معانا هنا الهيب بون دي اللي هي النص بتاع البلفس. ازاي نعرفها ازاي اذا كانت رايت ولا ليفت؟ عندنا هنا الاوبتيريتور فورامين والاسيتابيلا تحطهم لاترال، البيوبيك بون قدام، الانتيريور سبيريك اليك سباين قدام وفوق، الاسكيال بون تحطها ورا وتحت. اهم حاجه هنا هنبتدي في الهيب بون ان احنا دلوقتي داخلين على الترو بلفس. ده هنا فوق الفولس بلفس وهنا ترو بلفس. الترو بلفس عندنا البلفي ترين بتاعه، هنا عندنا بيوبيك كريست وعندنا بيكتن بيوبس اللي هي الحته الرف شويه دي اسمها بيكتن بيوبس، وبعدين هنا الاركيوت لاين، وبعدين هنروح على الساكرم، هنا عندنا الايلا اوف ساكرم، وعندنا البرومونتري اوف اس 1، وعندنا من قدام ده كده برومونتري، ده في البوستيريور كده في البوستيريور، في الانتيريور هنا عندنا الابر بارت ابر سيرفيس بتاع السيمفيسيس بيوبس. في الهيب عندنا ما لناش دعوه بالجزء البراني عشان ده تبع اللور لين. ندخل من جوه، احنا كده دخلنا في الترو بلفس، هنا دي كده السيمفيسيس بيوبس تمام. جواها عندنا هنا هناخد بقى الاورجن بتاعت المسلز، دي كده بيوبي بون، ده البلفيك بارت بتاعها، يبقى كده ده اورجن للليفيتور انوي. وبعدين في الوايت لاين اللي هو السيكنينج بتاع الفيشيال مقطعي الاوبتيريتور انترنس، ماشي كده بالظبط تمام، فوق الاوبتيريتور انترنس. وبعدين هنا دي اللي هي الاسكيال سباين، ده كده عظمه الاسكيال اهي، ده كده الاسكيال سباين واخد منها كمان، يبقى كده الاورجن بتاع الليفيتور انوي لو شاور لك كده يبقى ده كده عايز الاورجن بتاع الليفيتور انوي. الاسكيال بون بتدينا اورجن لوحدها، هي لو شاور لك عليها كده لوحدها يبقى هو عايز اورجن للكوكتيجيوس. عندنا في العضله كمان اللي هي مغطيه من جوه هنا اللي هي الاوبتيريتور انترنس. الاوبتيريتور انترنس واخدها اورجن من الاوبتيريتور ميمبرين اللي هو مغطي قافل الفورمن كده، والاريا اللي اباف الاوبتيريتور فورمن كده. ده كده يبقى هو عايز الاورجن بتاع الاوبتيريتور انترنس. على عظمه ثانيه هنراجع الاورجنز بتاعت المسلز. عندنا هنا ادي كده الاورجن بتاع الاوبتيريتور انترنس، الاريا اللي فوق الاوبتيريتور فورمن والاوبتيريتور ميمبرين والبريم اللي حواليها. وهنا ادي الاوريجن بتاع الليفيتور اناي تاني اهو، والكوكتيجيوس الكوكتيجيوس بقى دي من الاسكيال سباين. عندنا هنا ادي كده الالياك فوسا، دي كده الالياك فوسا بتدي اوريجن للالياك فوسا، دي مش تبعنا، دي تبع اللور لين برضه. عندنا في الميديال سيرفيس بتاع الهيب بون في اريا سموس اسمها اوريكولار سيرفيس، بتعمل ارتكيوليشن مع الاوريكولار سيرفيس بتاع الساكرال بون. الاوريكولار سيرفيس اهو دي برضو اريا سموس واير شيبد، برضو الاثنين اير شيبد بيعملوا ساكرو الياك جوينت كده، ساكرو الياك جوينت. بعد كده عندنا فوق الاوريكولار سيرفيس في راف اريا، الراف اريا دي بتدي اتاتشمنت لليجامنت اسمه انتر اوسيوس ساكرو الياك ليجامنت، برضو بيعمل اتاتشمنت مع الراف بارت اللي البوستيريور للاوريكولار سيرفيس بتاع الساكرال بون. الساكرو الياك جوينت هنا ده نوع بلين سينوفيال، وعندنا السيمفيسيس بيوبس ده سكندري كارتليجرس. عندنا هنا الايسكيال سباين بتفصل الجريتر سياتيك نوتش عن الليسا سياتيك نوتش. الجريتر سياتيك نوتش هنعرف بس حاجات يعني حاجات قليله عنها، بتعدي البايرفورمس ماسل وفوقيها بيبقى فيه السوبيريور جلوتيال ارتري، تحتيها انفيريور جلوتيال ارتري، وبيعدي فيها الانترنال بيودندر ارتري ونيرفز. الانترنال بيودندر ارتري ونيرف. الليسا سياتيك فورامين او نوتش بتعدي الانترنال بيودندر ارتري ونيرفز، وبتعدي الاوبتيوريتور انترنس، بتسوق ده اورجن كده وبعدين ماشيه من هنا عشان تروح تمسك في الميديال بارت بتاع الجريتر كوكس. معانا هنا عظمه الساكرام. الساكرام دي تراينجلر ان شيب، البيز بتاعها فوق، الايبكس تحت، ليها ثلاثه سيرفيسز انتيريور وسموث سيرفيس ده كونكيف، وبوستيريور سيرفيس ده رف وكونفكس، وعندنا في لاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس احنا قلنا اللي هي الاوريكولار بارت بتاعها اللي هو سموث بيعمل ارتكيوليشن في الساكرو الياك جوينت، والراف بارت اللي وراها اللي بتعمل بتدي اتاتشمنت للانتر اوسيوس ساكرو الياك ليجمنت. تحت هنا تحتيهم على طول في اللاترال، اللي احنا كنا ده لسه في اللاترال سيرفيس، بتدي اتاتشمنت للاثنين ليجمنتس ساكرو
tuberous ligament و sacro spinous ligament. في الانتيريور سيرفيس عندنا في ادي الانفورمينج البارت اوف بلبيك برين، ده كده الساكرا برومونتري تمام، وعندنا دي الايلا اوف ساكرا. الايلا دي اللي هي الترانسفيرس بروسيس بتاعت اس 1 بس حصل لها سيكنينج شويه. ناخد الاوريجنز بتاعت المسلز الموجوده هنا. عندنا البايروفورمز مسل بتاخد من الميدل 3 بيسز اس 2 اس 3 اس 4 شبه رقم 3 بالانجلش 3 تمام. عندنا في انسرشن للكوكسيجيس في اس 5 وفي الكوكسيجيال كوستير بارت. وعندنا في التيب في اللاترال بارت بتاعت الايلا في هنا اوريجن للالياكس مصر، وكمل طبعا الاوريجن في الالياك فوسا. الايلا هنا عندنا ليها ريليشنز، ليها اربع ريليشنز. السؤال ده سؤال امتحان يعني اكتر سؤال هتلاقيه في الامتحان. فعندنا ثلاثة ريليشنز، ثلاثة نيرفز وواحد ارتري. الثلاثة نيرفز عندنا هم ايه؟ سمباثيتك ترانك او سمباثيتك تشين، وبعديها لامبو ساكرال ترانك، بعديها في الاوبتيوريتور نيرف، بعديها عندنا الارتري اللي هو الاليو لامبر ارتري، ده برانش من البوستيريو ديفيجن بتاع الانترنال الياك ارتري. الانتيريور سيرفيس هنا بتاع الساكرا هيبقى في حاجتين بيعدوا اليوم ريليشنز ازاي؟ عندنا هنا ده الميديان ساكرال ارتري، ميديان ساكرال ارتري، وعندنا هنا على السايد ميديان للانترنال للفنترال فورامين، الفنترال ساكرال فورامين. في هنا سمباثيتك تشين سمباثيتك بلكسس. عندنا هنا دي ساكرال كانال، الكونتينس بتاعتها من الحاجات المهمه قوي. ليه؟ عشان بيعدي فيها ديورا اركنويد سب اركنويد سبيس بالسي اس اف لحد اس 2، الكلام ده الليفل بتاعه لحد اس 2. بعد كده عندنا الروتس بتاعت الساكرال الكوكسيجيال بتبقى اسمها كودا اكواين. بعد كده عندنا احنا قلنا اصلا السبينال كورد بينتهي في اللمبر فوق، بس في الاكستنشن بتاع البايمتر اللي هي حواليه اللي هي فايلم ترمينال بتنزل في الساكرال كانال وتطلع من الساكرال هيتس وتلف حوالين الكوكسيجيال بارت تمام. عندنا كمان بيعدي اللاترال ساكرال ارتريس، بس دول ما بيدخلوش فوق، دول بيدخلوا من الفورامينا من قدام ويطلعوا من البرانشز بتاعتهم من ورا، يدخلوا من قدام من الفورامينا قدام ويطلعوا من ورا، فبالتالي هما من الكونتينس. عندنا تاني في لوز ايريولار كونكتيف فانكشن. عندنا تحت هنا في اخر الساكرال كمان في ساكرال هيتس. الساكرال هيتس في اثنين بروجكشنز حواليها اللي هي الساكرال كوليا تمام. الساكرال هيتس دي في ثلاث حاجات بيطلعوا منها، في فيفس في البير بتاع الساكرا في السبيل عشان ملوش فورة من هنا فبيطلع من هنا، والكوكسيجين البير بتاع الكوكسيجين نيرف، والفايلم ترمينال زي ما قلنا انها بتنزل اللي هي الاكستنشن بتاع الباي ماتر بتنزل وتلف حوالين الكوكسيجين بارت. عندنا في البوستيريور بارت هنا في البوستيريور سيرفس في ثلاثة كريست، في ميديا ساكرا كريست، في الانترميديت ساكرا كريست، وفي اللاترال ساكرا كريست. الميديا ساكرا كريست دي اللي هي الفيوجن بتاع السباينز بتاعت الساكرا تمام، عشان كل زي ما احنا عارفين كل فيرتيبرا ليها السباين بتاعتها حصل لهم فيوجن. بعدين ارتيكولار بروسيس برضه حصل لهم فيوجن عملوا الانترميديت ساكرا كريست، وبعدين في اللاترال هنا في الترانسفيرس بروسيس عملوا فيوجن عملوا اللاترال ساكرا.